صحيح. كابتن اسامه، الكابتن علاء اتكلم عن منظومه النادي الاهلي، وزي ما شفنا امبارح في واحد طلع هاجم يعني شويه، مش عايزين نقول اسمه طبعا، انما عايزين نعرفوا ايه هو النادي الاهلي وايه هي قيمه النادي الاهلي. لو هو ما يعرفش ممكن ما يكونش بيعرف، ممكن لا، ما فيش حد ايمن، مهما انت هتتكلم هنتكلم كده بلساننا وبالبق يعني زي ما بيقولوا، في واقع، في واقع من ساعه ما النادي انشئ سنه 1907 حتى الان، في مسافه كبيره جدا، وده معروفه للداني والقاسي يعني زي ما بيقولوا، المعروفه لكل حد في الوطن العربي، معروفه حد لكل حد في افريقيا. يا راجل ده رئيس جمهوريه افريقيا مستر موسيماني جنوب افريقيا لما جه مسك النادي الاهلي. مزبوط. انت متخيل يعني رئيس جمهوريه بيهنئ مدرب انه مسك سفير النادي؟ ايوه اعتبره سفير. اكبر منظومه زي ما علاء وشريف قالوا في القاره وفي الوطن العربي في الشرق الاوسط. يعني انت حتى لما بتتقاس في البطولات العالميه بتتقاس باكبر الانديه زي ريال مدريد وزي برشلونه والانديه العريقه دي. فمش الكلام هو اللي يعني مش الكلام هو اللي هيقول النادي الاهلي كبير ولا مش كبير. هو النادي الاهلي كبير رغم انف اي حد طبعا، ده موضوع طبيعي يعني. والنادي الاهلي اذا كان بيتكلم احيانا في بعض التجاوزات اللي بتحصل في حقه، ده طبيعي انه كل واحد بيدور على حقوقه، كل واحد بيدور على بيشوف الاخطاء اللي تسببت في الهزيمه، سواء اخطاء وقع فيها النادي نفسه في اي ظروف، مثلا في اداره، في اجهزه فنيه، في ضغط مباريات، اي حاجه هو وقع فيها. وفي الجانب المقابل الاخطاء اللي ممكن تقع من خارج فلازم تدور على الاسباب ايه اللي بتخليك صحيح تخسر بطوله. ده حق طبيعي وحق مكتسب لاي فرقه ان تقول كده. والنادي الاهلي معروف طول عمره انه مش من الانديه اللي بتتجاوز او تبالغ في هذا الموضوع يعني. مزبوط. على مدار تاريخنا كله يعني، حتى دلوقتي الكابتن محمود الخطيب، وقبل كده كابتن حسن، وقبل كده محمود طارق، وقبل كده كابتن صالح سليم، اول ما بيقعدوا معانا يقول لك انت مالكش دعوه بالحكام. صحيح. انتوا خليكوا في لعبكوا، انتوا ركزوا في ادائكوا، انتوا ركزوا، وغيرهم غيرهم من ساعه ما كنا بنسمع عن الكابتن مختار التتش الله يرحمه، يعني كل الناس اللي سبقوا. فدي مش النادي الاهلي عمره ما بيعمل حجج لخسارته بطوله، وتاريخه بيتكلم عنه قبل ما احنا نتكلم عنه يعني.